الموجودين كلهم، استاذ احمد الزبيب، استاذ محمد، حسين، اهلا بيك يا فندم. كنت عايز اتكلم للاستاذ عامر عمار. بجد يعني شهاده حق، لولا الاستاذ عامر عمار بالمهرجان بتاعه كان في مخرجين كتير وكان في ممثلين كتير كانت فقدت الامل انها ممكن تعمل فيلم واثنين وثلاثه واربعه. انا بتكلم كلام للشباب، بكلمكم بكل صراحه. الراجل ده تعب واتهاجم وتهاجم كتير وما لقاش دعم بصراحه، ما لقاش دعم نهائي، وكان بصراحه برضه كان بيدفع من جيبه برضه عشان الشباب ما تزعلش. مهرجانات كتير، مهرجانات كتير انا بدون ذكر اسمها بتاخد تمويل كتير جدا من الخليج، والافلام اللي بتنجح هي افلام الخليج مش الافلام المصريه. الراجل ده على طول بيقرب الافلام المصريه وبيشجع الشباب المصريه انها تستمر وتستمر وتستمر. صراحه والله فانا اتمنى بجد ان الاستاذ عادل يكون في دعم للمهرجان بتاعه، لان عشان الشباب تبدع والشباب تستمر، وزي ما بيقولوا مصر ولاده، وبجد راح يجي استاذ عادل وربنا يقويك، وتحياتي ليك وكل موجودين.